احنا كنا تشاورنا لما سمعنا الخبر، تشاورنا ودرنا اجتماع عبر انترنت وكل شيء، ومعظم الوكالات السياحيه قرروا باش ما يفتحوش اليوم. لماذا؟ ما يفتحوا لا اليوم لا يوم 14. علاه؟ اولا احنا كنا قمنا بعده طلبات وقدمناها للوزاره الوصيه، واستقبلنا الوزير وتكلمنا معاه واعطانا وعود. وحنا كنا واضحين باللي فيه بعد الطلبات لا نقاش فيهم. بعد الطلبات حقنا ونطالبوا به اليوم البارح واليوم وغدوه، وفيه بعض الاشياء طلبناهم قلنا نجمو نتحاوروا عليهم ونشوفوا كيفاش الحل، لان هذا في المصلحه الاقتصاديه تاع البلاد. لان احنا طيب ما هو اهم عائق حاله دون عوده استئناف نشاط الوكالات السياحيه؟ والله هو عديد. مادي هو مادي. عديد هو مادي مادي هو مادي لان احنا كانوا ناس للناس اللي يديروا العمره، الناس خلصوهم في التذاكر، راهم عده شركات طيران، فيه الناس اللي نتاع الفنادق دراهم راهم عند اصحاب الفنادق، فيه ناس اللي كانوا رايحين يعقبوا العطله في هنايا في وسط البلاد راهم. فاللي تروح تقول له عاود رجع لي دراهم يقول لك والله غير صبر عليا. فيه شركه من الشركات الطيران بعثت لنا مراسله تقول ما تكلموش، ما تخلصوا تدفعوا وما تكلموش على باش نعاودوا نرجعوا لكم الاموال تاعكم حتى كي تخلص الكورونا هذه، وتاخذوا شهرين ومن بعد. معناه تاخذوا شهرين بعد يكون بعدها يكون الاسترجاع ام بعدها سيكون برمجه الرحلات؟ لا في استرجاع المال. هي بالنسبه لنا نجم نقول حاجه واحده للزبائن، ان ما كان حتى زبون يروحوا له دراهمه.